مرحبا بكم في كويكوك. اليوم جبت لكم ثلاث وصفات مختلفة لعمل صلصة الثوم أو الثومية. نقدر نقدموها مع الأسماك، شوا، سندويتشات والشاورما. ببياض البيض نحضر الوصفة الأولى، وبالبطاطا نحضر الوصفة الثانية، أما الثالثة نحضروها بياروت طبيعي أو الزبادي. لكن كاي مكونان مشتركين في ثلاث وصفات، وبطبيعة الحال الثوم كمكون أساسي والليمون يعطي بعض الحموضة. لتحضير صلصة الثوم ببياض بيض نحتاج إلى 4 فصوص من الثوم على حسب نوعية الثوم. بعض الأحيان الثوم يجي حار ولا داع، وهذا على حسب الذوق. نخلط شوية الثوم باش يتلحى معانا، من بعد نضع بياض بيضتين، كأس صغير من الزيت النباتي، وأخلط كل شيء لمدة دقيقة واحدة حتى نتحصل على صلصة خفيفة وكريمية. أخيرا نتبل بعصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الملح. نزيد شوية نخلطه حتى يتجانس معنا الخليط. الآن ننتقل إلى الصلصة الثانية. راح نضع بطاطا اللي قمت بغليها قبل قليل، نضع ياغورت طبيعي أو زبادي، 3 فصوص من الثوم وعصير الليمون، وخلط كل شيء لمدة دقيقة واحدة. أخيرا نضيف ملعقة صغيرة من الملح. والآن بالنسبة للصلصة الثالثة، راح نحط لها ياغورت طبيعي أو الزبادي، 2 قطعة من الجبن الطاري، و3 فصوص من الثوم. أيضا كمية الثوم تبقى على حسب الذوق. نضيف كأس صغير من الزيت النباتي وأخلط جيدا لحوالي دقيقة واحدة حتى نتحصل على خليط كريمي يشبه قوام المايونيز. أخيرا نضع للتتبيل عصير حبة ليمون ونصف ملعقة صغيرة من الملح وأخلط جيدا. هذه هي صلصتنا النهائية. تحصلنا على 3 صلصات من الثوم سهلة ولذيذة. أتمنى أنكم استمتعتم بمشاهدة الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيه لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظروني مع وصفة جديدة.